وصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كل في مجال تخصصه، وأسفرت جهودها خلال شهر عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون ومواجهة الأنشطة غير المشروعة والتي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، واستمرارا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار شهر. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في شتى مجالات العمل الأمنية. ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال شهر عن ضبط 40,626 قضية تموينية متنوعة، من بينها 635 قضية بيع اسطوانات غاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 10,338 اسطوانة، وضبط 73 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 1,045,349 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 210 قضية بيع سلع تموينية مدعمة بالسوق السوداء بمضبوطات بلغت قرابة 85 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، وضبط 52 قضية استيلاء على أموال الدعم بمضبوطات بلغت قرابة 104 طن سلع مدعمة متنوعة. وفي مجال ضبط قضايا حجب السلع الاستراتيجية ومواد البناء، تم ضبط 265 قضية بمضبوطات بلغت أكثر من 4000 طن سلع غذائية متنوعة، و 92,985 عبوة زيت طعام، و 338 طن أسمنت، وقرابة 5,500 طن حديد تسليح. كما تم ضبط 1,683 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر بمضبوطات بلغت أكثر من 7,000 طن سلع غذائية متنوعة، و 41,119 عبوة زيت طعام، وقرابة 451 طن أسمنت، و 491 طن حديد تسليح. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر 741,292 مخالفة مرورية متنوعة. وخلال الحملات المرورية على الطرق، تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 16,849 من قائدي المركبات، تبين إيجابية عدد 940 سائقا منهم. كما تم المرور على 511 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 4,142 من سائقي حافلات المدارس، تبين إيجابية 5 حالات. كما تم فحص 3,629 مركبة مدارس، تبين مخالفة 65 مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية. كما تم رفع 2,214 سيارة و279 دراجة نارية متروكة ومتهالكة. وفي مجال ضبط مخالفات قائد الدراجات النارية، تم ضبط 64,582 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوذة. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية خلال شهر 327,601 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت أكثر من 272 مليون جنيه. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ضبطت وزارة الداخلية خلال شهر 1,042 قضية، من بينها 677 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات
بمضبوطات بلغت 196,795 وحدة فنية و365 قضية في مجال جرائم المطبوعات، بمضبوطات بلغت 73,209 نسخ من كتب متداولة بتصريح منتهي ومطبوعات تعليمية وأدبية دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية. وفي مجال قضايا الأموال العامة، تمكنت أجهزة الوزارة خلال شهر من ضبط 326 قضية في مجال الأموال العامة بقيمة مالية بلغت قرابة 1.5 مليار جنيه، وضبط عدد 277 قضية في مجال مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بمبالغ مالية مضبوطة بلغت قيمتها قرابة 79 مليون جنيه مصري وعملات أجنبية مختلفة بما يعادل قرابة 32 مليون جنيه. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 7,576 قضية في مجال التهرب الضريبي بقيمة مالية بلغت أكثر من 8 مليارات جنيه. قيمة تعاملات مالية مخفى لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها وجاري فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لاستداء الضرائب المستحقة عليها، كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة أكثر من 23 مليون جنيه.